شاء الله يا ربي تكون اموركم كلها على احسن ما يرام. بديتو كتجبدوا في حوايج البرد ولا باقين؟ انا جبدتهم هانتوما كما تشوفوا، عندي واحد الكركور والله العظيم ضل عليه اليوم نهار كامل وباقي ما ساليتش. هانتوما كما كتشوفوا كنجبد وكنطلع نشمش، عاده كنعاود نطويهم. ايوا راه البرد هذا ضروري خاصنا نجبدوا الحويجات، ما عندنا ما نديرو. ورغم ذلك راني ما نسيتكمش من الشهيوات، ان شاء الله اليوم غنديروا مع بعضياتنا واحد الطورطه اللي كتجي رائعه، كتكون محشوه بالكريم باتيسير، كتجي زوينه 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 بزاف. بقاو معايا وما تمشيو فينا، غنكمل هاد الكركور ديال الحوايج وغنمشيو للكوزينه. بالنسبه للمقادير غنحتاج واحد 4 المعالق ديال سنيده كبار، غنحتاج واحد الكاس ديال الحليب، وكاس ديال الزيت، وشويه الملحه، وغنحتاج واحد بياض بيضه، والصفر غنحتفظ به باش ندهن به الطورطه ديالي من الجنب، وغنحتاج واحد الخماره حمراء، والطحين حسب الخليط. وهنايا عندي الحليب اللي نقص منه واحد الكاس، واللي بقى ليا غنديرو مع الكريم باتيسير. نبداو ان شاء الله على بركه الله. دابا ناخذ هاد البيضه، غناخذ منها غير البيض كما كتشوفوا، وغنحتفظ بالصفر، غنحتاجو من بعد. غنزيد عليه السنيده، غنزيد عليه الحليب، زيت الزيت، يعني مقادير فيها بساط وسهله. غنزيد شويه الملحه، وهنايا غنبدا نضيف الطحين ديالي، نضيف فوقها الخميرة، صافي. دابا نخدم يدي، صافي، وغنبدا نخلط قياس اللي يجمع ليا هاد الخليط. تقريبا كتجي ما بين شي جوج كيسان حتى لثلاثه ديال الطحين، على حسب النوعيه ديال الطحين اللي عندي. وما كتدلكش البنات، يعني غير القياس اللي تتجمع لينا فيه صافي، ما كندلكوهاش. وصافي هذه هي العجينه ديالنا، كتجي على هذا الشكل، يعني ما قاصحاش وما رطباتش بزاف، يعني بين البينين كتجي على هذا الشكل. غندير منها دابا واحد جوج كرات، نقسم هاد العجين اللي عندي. المهم هنايا تسطح العمار راه نقي، غنشكل منها واحد جوج كرات. بنتي هذه اكبر،
ندير الكره الثانيه. صافي غنخليهم يرتاحوا. في هذا الاثناء غنمشي نصايب كريم باتيسيير. صافي غطيته باش ما يضربهمش في البرد هكا ويقصاحو. صافي دابا غنوجد الكريم باتيسيير. كما قلت لكم دابا غندير نصايب كريم باتيسيير. يعني هنايا عندي نص سطرة الحليب اللي نقصت منه كاس باش عجنت العجينة ديالي. هنايا درت واحد نص كاس، يعني فايت نص ديال السنيدة. يعني هنا كيبقى على حسب الذوق، تقدروا انكم تنقصوا تقدروا انكم تزيدوا. وغندير واحد جوج معالق كبار ديال كريم باتيسيير. صافي غنخلطهم مزيان. صافي غنديرهم فوق النار حتى يعقدوا. يعني راكم شايفين الطريقه، راه كنت درتها واحد المره هنا في القناه، يعني لا داعي للتكرار. غنديرها فوق البوطه حتى يعقد ليا وغنطفي عليه ونكملوا بقيه المراحل ان شاء الله. كما كتشوفوا خديت هاد المول اللي دهنته بالزيت ورشيته بالطحين. غناخذ الكره الاولى غنبسطها هنايا في هاد المول. نغرسها مزيان. هاهو كريم باتيسير من اللي وجد، كيجي هكا يعني ما يجيش ثقيل بزاف وما يجيش خفيف بزاف بحال هكا، لانه غيعاود يطيب. غنخويو بحال هكا. حاولوا ما نخلوش يمشي للجناب. على هذا الشكل. ودابا غنكرس القرصه الاخرى وغنديرها من فوق هاد كريم باتيسير. يعني من كرست الخبيزه الاخرى او العجينه الاخرى غنلويها هكا. وغنجيب صافي ونحاول نحطها على هاد الشكل. كتجي بحال هكا. علاش قلت لكم ما توصلوش الكريم باتيسير حتى للجناب؟ باش هنايا تجي العجينه سميتو باش ما يخرجش لنا كريم باتيسير من الجناب. وركو على هاد الشكل. صافي وهنايا كنبداو نشكلو. كناخد هادي كندير هكا وكنبقى نلوي بحال هكا على هاد الشكل. نتمنى انه يكون واضح. كنستمر كتجي بحال شكل ضفيره. يعني غير كنشد من هنا من لتحت هكا وكنطلع هنايا. صافي وغنستمر حتى نكمل الطرطه ديالي كامله، نشنفها من الجناب بهذه الطريقه. يعني بحال هكا كنهز بحال هكا، غنهز بحال هكا وغندخلها بحال هكا. وغنجي لهنايا غنهز بحال هكا وندخل وغنستمر. داك الصفر بيضة اللي بقى عندنا زدت عليه واحد شويه الخل باش تحيد منه ديك الصفوريه ديال البيض. صافي وغندهن غير الجوانب فقط، يعني ما غندهنش الوسط، غير الجوانب فقط. ندهنهم كاملين مزيان.
صافي وغنشعل الفران اللي كيكون سخون، كنخليها طيب يعني حتى تطيب ليا من التحت، وعاد كنشعل عليها من الفوق باش تحمر. صافي هنايا دهنت الجوانب، صافي وغندير بها واحد نتقبها هكا من الوسط، يعني بهاد البريه بحال كبره برام طبيعه الحال تكونوا حارقينها، يعني تفاديا لاي ميكروب ولا شي حاجه. يعني صافي ودابا غندخلها الفران ديالنا طيب، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. وها هي الطرطه ديالي من بعد ما طابت، غنزينها بالشوكولات، وعندي واحد شويه اللوز افيلي حتى هي حتى هو غنزينها به. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطرطه ديالنا اللي زينتها بالشوكولات واللوز افيلي. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها في البيوت ديالكم. غنخليها حتى تبرد تماما عاد نقطعها باش ما يسيحش ليا الكريم باتيسير. ملي غتبرد ان شاء الله غنقطع منها طريف وغنوريكم كيف جات. وما بقى ليا الا نودعكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسونيش من اللايكات ومن التعليقات ديالكم، واللي مازال ما شارك في القناه يشارك معايا بالضغط على المربع الاحمر وتفعيل الجرس. والى اللقاء. Thank you.